طبعا حضراتكم كلكم عارفين ان مصر كانت تتمتع بجواها اللطيف، انما الحقيقه من 5 سنين اتقلب الحال خالص. انا بقترح ان احنا نسمي العمليه حمله فريزر. انا عايز اعرف انا ليه لابس لبس الفيل؟ ها، خطتنا كالاتي، احنا هنسافر على اننا بنعمل فيلم في ايطاليا. طب استنى اما نتصور سيلفي سور مجرى العيون. اثناء تصوير الفيلم هنصورهم وهم بيجتمعوا بكاميراتنا واجهزتنا. انت اخرجت قبل كده؟ لا طبعا يا ريس. يبقى تخرس يا عالمي. حمله فريزر غدا 9:30 بتوقيت بغداد على MBC العراق.